أخلاق المؤمنة الجميلة. 3. التوكل والإيمان بالقدر. وهو أيضا كان مثل الأكثرية يعمل من أجل أن يستمر في حياته، وكأنه يتحدث مع أصدقائه، وفي الأوقات الإضافية يقوم يمارس الرياضة وكأنه يمرح قليلا، وكانت تستمر الحياة بهذه الطريقة حتى وقوع حمل ثقيل على كتفيه. بعد مروره بأزمة قلبية توقف كل شيء في حياتي عن الاستمرار لفترة معينة. برنامج الرحلة. العمل المتكامل. خططه في الأسبوع القادم مع أصدقائه، ولكنه لم يتوقع بينما كان يخرج من منزله بأنه سيعود إليه بهذه الطريقة. كل إنسان في حياته يعيش لحظات يعرفها بأنها صعبة، ولكن كل حالة يواجهها حتى ولو كانت سلبية من أول وهلة، وحتى ولو لم تعجبه هذه الحالة، فإنها مليئة بالجمال والخير، لأنه ينظر إليها بنظرة الإسلام. لأن المؤمنين على علم بأن كل هذه المصاعب التي خلقها الله تعالى في الواقع هي مجرد تجارب، بالإضافة فإن أكثر الأوقات تكون عكس ما تبدو عليه، وتكون مليئة بالخير الذي يحمله الجمال بداخلها. يمكن للشخص أن لا يرى ذلك الخير في تلك اللحظة، ولكن المهم الإيمان بأنه يوجد خير في كل شيء مخلوق، والتصرف وفقا لهذه الحقيقة. طريق رؤية الخير. لكل إنسان عدد من الخطط التي قام بتخطيطها للمستقبل اعتبارا من سنوات الطفولة. إنهاء الدراسة، أن يكون صاحب عمل جيد، وأن يكون ثريا. ولكن الأحداث لا تجري كما يريد المرء، أحيانا وليست تتدفق كما خطط إليها. كل شخص يبدو وكأنه في صحة جيدة، يمكن أن يقع في مرض خطير مميت في أي لحظة، وهو خارج من عمله بمرح، وبينما يعود إلى منزله يمكن أن يتعرض للحديث سير، أو بينما يخطط للاستثمارات التي سوف يقوم بها على مدة طويلة يمكن أن يخسر وجوده كل ثروته في لحظة واحدة. في عادة هذه السلبيات والإيجابيات التي يواجه الناس على مدى حياتهم يمكن أن تكون ردة فعلهم تجاه مختلفة كثيرة. لطالما الأحداث تتقدم وفقا للشكل التي يريدونها فإنها لا مشكلة أبدا، لطالما لا تمس منفعتهم الخاصة الضرر دائما ما تكون ردة فعلهم إيجابية. ولكن عندما يواجهون تطورات لم يتوقعوها أبدا تتغير الحالة، لذا يظهرون التصرف مثل الشكاية والتعاسة وعدم المرح والفرح، وتصبح هذه التصرفات العصيانية أكثر قوة وفقا لأهمية ونتائج الأحداث. ويبدو أن بالتعبير عما بداخلهم بقولهم لماذا كل هذا يحدث لي، من أين ظهر هذا الآن، ومثلها من الأسئلة. ولكن إن الحدث الذي يظن الإنسان بأنه سيكون خيرا له وسيكون نافعا يمكن أن يكون عكس ذلك،
وأن يكون ذلك السبب في تعرضه لخسارة كبيرة في الدنيا والآخرة، أو الحدث الذي يتجنبه خوفا منه أن يتعرض بسببه للضرر، يمكن أن يكون المصدر الذي سيأتي منه الجمال والبركة والسعادة والسلام. إن معرفة كل هذا هو عند الله تعالى فقط. كل الأحداث التي قد تبدو شرا أو خيرا تحدث بأمر من الله تعالى. يتعرض أي شخص فقط لما يشاء الله له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كل حدث واجه الإنسان إن كان خيرا أو شرا اعتبارا منذ لحظة مجيء على هذه الدنيا هو من خلق الله تعالى. إن الله تعالى الحاكم الوحيد على سطح الأرض وما فيها من حياة هي أيضا تحت سيطرة الله تعالى. إن كل حدث يقع في الكون إن كان صغيرا أو كبيرا هو ليس نتيجة الصدفة. لا تتفتح أي زهرة بالصدفة، ولا تذبل أيضا بالصدفة. لا يوجد أي إنسان يولد بالصدفة ويموت بالصدفة، ولا يقع أي إنسان بالمرض عن طريق الخطأ أو من دون أي سيطرة. كل حدث تم تحديده بشكل خاص من قبل الله تعالى وأخذ مكانه من حياة الإنسان. يوضح القرآن هذه الحقيقة على الشكل التالي: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن إدراك الإنسان لهذه الحقيقة المهمة هو شيء مهم جدا، لأن كل إنسان يصل إلى الإحساس بأن كل شيء على سطح الأرض هو نتيجة للخلق، عندها سيكون راضيا عن كل لحظة في حياته. إن إدراك هذا الإيمان يؤمن له ملاحظة الحكم في الأحداث ونظرته إلى الأحداث بنظرة الخير، وكل الأحداث التي يتعرض لها الإنسان سواء كانت جيدة أو سيئة هو القدر الذي تم تحديده من قبل الله تعالى. بالإضافة إن كل لحظة يعيشها مهما كانت في الواقع هي اللحظة الأكثر خيرا له. التجربة عبر النقص في الأموال. إن الهدف الأهم الذي يعيش معظم الناس من أجله هو ثراء المال والملك، وهؤلاء الأشخاص يملكون جشع قوي كبير في موضوع امتلاك الملك. هؤلاء يجربون كل الطرق من أجل الوصول إلى أهدافهم، ولا يتجنب أي شيء، لأن وفقا لهم إن الثراء هو القوة المهمة كثيرا التي تعبر عن الفوقية. هؤلاء الناس يكنون الاحترام إلى المال للملك، ويظهرون الحرمة لتلك الأشياء، ويعطونها قيمة كبيرة. تعرف إحساس التعلق بالمال والملك في القرآن على أنه التعلق بالشهوة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. إن التعلق بالملك والمال والثراء إلى هذا الحد الكبير يأتي بالمخاوف أيضا، وأبرز هذه المخاوف والخوف من فقدان من يملك الإنسان. ولكن كل ما يملك الإنسان ممكن أن يخسره في ثانية واحدة جراء زلزال، أو ممكن أن يصبح المنزل الذي جمع المال من أجله على مدى سنوات عديدة بحالة لا يمكن استعمالها فيها بسبب حريق كبير. كل هذا هو امتحان من الله تعالى.
الإنسان الذي لا يعيش وهو يعي تماما أن هذه الحياة الدنيا هو مكان الامتحان، وإن كل حادث يتعرض له إنما هو مجرد امتحان، فإنه عندما يفقد المال والملك من بين يديه يفاجئ لما حدث له ويظهر تصرفات عصيانية. إن الأشخاص البعاد عن أخلاق الدين لأنهم يقيمون فقدان المال بوجهة النظر هذا يظنون أن هذا الحدث لن يذهب بطريق الخير أو الطريق الجيد. يخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم أنه سوف يمتحن البشر بالنقص بالأموال والممتلكات على الشكل التالي: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أما من أجل المؤمنين إن هذا مختلف تماما. أولا، لا نرى أبدا لدى أخلاق المؤمن العالية أي من الصفات مثل الحب والتعلق بالمال أو الخوف من أجل فقدانه وحب امتلاكه ومثلها من تصرفات الجاهلية، لأن المؤمن هو الرجل الذي يسعى خلال حياته إلى رضا الله تعالى وحده. لهذا السبب يستخدم ماله في طريق الله ولا يقع في فخ نفس الأنانية أبدا. وإذا فقد ممتلكاته بشكل من الأشكال لا تتغير تصرفاته أبدا، لأنه يعلم في تلك اللحظة وجود عدد كبير من الحكم والخير لهذا الحدث في المستقبل لا يمكن أن يكون على علم بها الآن. ممكن أن يكون الله تعالى بهذه الطريقة يذكر عباده الذين وقعوا في هوسهم بأن الحياة الدنيا هي مكان مؤقت فقط، أو إعطاء الجزاء الجميل في الآخرة والدنيا لعباد الذين صبروا في تلك اللحظات، ويمكن أن يكون قد حدد لهم في المستقبل الخير وهم لا علم لهم به. لهذا السبب فإن المؤمنين يدركون بواسطة هذا الحدث الذي تعرضوا له وكأنه تذكير، ويطلبون المغفرة ويظهرون استسلام من دون شرط مسبق للقدر الذي خلقه الله تعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الحكمة المخفية بعد الأمراض: يمكن أن يغير مرضا نتعرض له أو حادث نمر به حياتنا تماما. على سبيل المثال نتخيل إنسان وقع في مرض جدي. إن الإنسان الذي وقع في هذا المرض يضطر إلى تغيير نمط حياته كلها. إن الإنسان الذي كان مليء بالطاقة حتى تلك اللحظة والذي كان يعمل حتى الصباح فإنه يتوجب عليه فجأة أن يقضي معظم وقته في المنزل في أماكن مغلقة ونظيفة وبيئة هادية غير مزعجة. ممكن أن لا يسمح له بتناول الأطعمة التي كان يتناولها سابقا. ممكن أن يتعرض للأوجاع التقيؤ والتعب ليس مثل غيره من الناس، ويمكن أن تنخفض الطاقة وقوته. ولكن كل ما يحدث له من هذا في الواقع هي ليست حالة سيئة مثل ما يظن الجميع، بالعكس تماما إنها رحمة كبيرة لهذا الشخص. عندما نفكر في تعمق الجمال المخفي بعد المرض يظهر أمامنا جدول مختلف تماما. إن المرض يذكر الإنسان بأنه مخلوق عاجز أمام الله وأنه بحاجة إلى الله تعالى. إن جسم الإنسان الذي يقف بصحة جيدة أمام المرض يمكن أن يقع عاجزا جراء ميكروب أو فيروس لم يره داخلا إلى عينيه. يستطيع ميكروب واحد أن يمنع كل فعاليات الإنسان، ويمكن أن تجعل هذا الشخص شخص لا يستطيع القراءة، السير، الكلام وأيضا التنفس. كل هذه الأفكار تكون السبب في عادة النظر للإنسان مجددا لتعلق الإنسان بالحياة الدنيا. إن الإنسان المفكر يدرك جيدا في هذه الحالة عجزه أمام الله
وكم هو محتاج الله تعالى في هذه الأوقات. وهكذا فإن كل متكبر وهو بصحة تامة وكل فخور بما يملكه أمام الآخرين وكل متباهي يمكن أن يصل إلى الإحساس بهذه الحقيقة، ولكن من خلال طريقة لم يفكر بها أبدا يمكن أن يقدر قدرة الله تعالى المطلق رب وخالق كل شيء. إن دعاء وتقرب الإنسان من الله تعالى يزداد بينما يكون مريضا. كل شخص يقع في مرض خطير يمكن أن يلاحظ بهذه الوسيلة إن هذه الحياة الدنيا هي مؤقتة وفانية. عندما يتطور مرض هذا الشخص يبدأ بالتفكير بموته وآخرته كثيرا، ومن أجل أن ينجي من هذا المرض الذي وقع به فجأة يدعو الله كثيرا من القلب. لهذا السبب تزداد مقربته من الله تعالى أكثر. طبعا على هذا الشخص أن يستمر بأدعيته بما يتعافى عن المرض أيضا بشكل صادق، ويجب عليه أن يتهرب من كونه منكرا للجميل. إذن المرض الذي وقع به هو يعتبر خير كبير من أجله، يعني كون قد أصبح الوسيلة من أجل استمراره بحياته بشكل مخلص. إن من يتوجه إلى الله تعالى فقط في اللحظات الصعبة والذين ينكرون الله تعالى فيما بعد يتوجه الله تعالى إليهم بهذه الطريقة. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. مع المرض يمكن إدراك أن الصحة والعافية لطف من الله تعالى بشكل أفضل. هناك بعض من الناس الذين ينسون في حياتهم اليومية أهمية الصحة والعافية وكم هي نعم كبيرة أنعم عليهم بها. إن الأشخاص الذين لا يقعون في المرض والذين بالتالي لا يشعرون بأي انزعاج أو ألم أو وجع يعتادون على هذه الحالة، ولكن عندما يقعون في مرض مفاجئ في الواقع هنا يدركون لطف الله تعالى عليهم بالصحة والعافية، لأنه يمكن إدراك قيمة الشيء فقط عندما نفقد ذلك الشيء أو عندما نشعر بغيابه. كما قال المفكر الإسلامي المشهور سعيد النورسي: إذا لم يكن هناك برد لما شعرنا بالحار ويصبح من دونه أي لذة، لو لم يكن الجوع لما شعرنا بلذة الطعام، لو لم يكن المرض فإن الصحة من دون أي لذة. يعني يمكن إدراك كل شيء بعكسه وهكذا يفوز بالقيمة. إن الشخص الذي لم يستسلم لله تعالى قبل المرض يمكن أن يحصل على الميزات الجميلة بواسطة المرض الذي يتعرض له، لأنه صبر على المصاعب وتوكل على الله، ولأنه اتبع قيما جميلة. فإن هذا المرض في الآخرة سيكون الوسيلة لأجر كبير. كل إنسان يفكر بكل هذا لا يشتكي من حاله عندما يكون مريضا، يعظم الله تعالى ويعلم أن هذا المرض من رحمة الله عليه، وهو نوع من رحمة الله تعالى، لذا يصبر. إن دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام الصادق خلال مرضه هو المثل الأجمل للمؤمنين: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. مثل توكل الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين الصالحين كلمة المعادية للمنافقين، طرقهم بالافتراء والاستهزاء واعتداءاتهم الفعلية. عندما نحلل حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وحياة المؤمنين الصالحين الذين تواجدوا بجانبه، نلاحظ أن حياة هؤلاء الأشخاص المباركين مرت بداخل مقاومة للمنكرين والمنافقين،
وفي هذه النقطة تماما يظهر أمامنا واحدة من ميزات التي تلفت الانتباه، ميز الرسول والمؤمنين الذين أطاعوا. مهما كانت الشروط صعبة، فإن تصرفاتهم كانت تصرفات واعية بالغة تحتوي على التوكل والسلامة، معرفة أن كل الأحداث التي يواجهونها هي من الله تعالى. هذه الميزات العالية التي تنبع من إيمانهم العميق بالله تعالى تشكل مثلا جميلا من أجل كل المسلمين. إن مشركي ذلك العصر كانت لديهم طرق وتكتيكات معينة تجاه الرسول والمؤمنين الصالحين من أجل أن يثيروا انزعاجهم ومضايقاتهم، ومن أجل جعلهم يعودون عن هذا الدين إلى دينهم الباطل. ولكن المؤمنين تصرفوا بشكل أكيد وصادق وإيمان بأن كل هذه الادعاءات القبيحة سوف تأتي لحياتهم بالخير، وأنها في النهاية ستجعل الحقيقة هي الأبرز. لقد علق القرآن الكريم في آياته أن الكذب والافتراءات التي كانت تقع ضد المؤمنين هي ليست عناصر الشر، في الواقع بالعكس تماما هي خير لهم. توضح آية من آيات القرآن هذه الحالة عبر إعطاء مثلا عن حدث وقع في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم على الشكل التالي: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لقد رأت المجتمعات المنافقة على مر التاريخ أن كون المؤمنين يمشون في طرق الله وإنهم تطبيق للدين وقيام بالتبليغ هو خطر كبير من وجهة نظر ديانتهم الباطلة. لهذا السبب فإنه من أجل تفريق المؤمنين كثير من الأحيان، ومثل ما ذكرنا قبل قليل، يتطورون إلى طرق مثل الاستهزاء والافتراء، وعندها يلاحظون أن كل هذا غير كافي، جربوا طرق أخرى أكثر قساوة مثل التهديد، السجن، التعذيب، وإخراج المؤمنين من ديارهم بقسوة. إنما وراء المسلمين من المعاملات القبيحة السيئة أحيانا جراء المقاومة التي قاموا بها مع المشركين هو دليل على قباحة مجتمع المشركين. بالرغم من هذا، فإن ردة الفعل هي الذي وجه المؤمنين وغيرها من التطبيقات لقد قيموها بنظرة الخير. يمكننا أن نستنتج بعض الحكم في هذا الموضوع من القصص التي تخبرنا الأحداث التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصره. في هذه الواقعة التي نتحدث عنها، فإنه تم إخبار المؤمنين الذين تم إحاطتهم من كل مكان من قبل المشركين، كما أنهم كانوا على علم بأن المشركين سوف يتعرضون إلى زلزال كبير. أما في حال هذه الامتحان الصعبة، فإن المشركين أتبعوا عدد كبير من الحجاج وأظهروا عن وجههم الحقيقي حاربين عبر هذه الحجاج. لذا فإن بواسطة اللحظة الصعبة هذه لقد ظهر المجتمع الإسلامي المؤمنين الذين كان يعيش مختبئا على مدى السنوات والذين في قلوبهم مرض مع المنافقين. في هذا الحدث لقد رأى المؤمنين خيرا كبيرا في هذه المصاعب التي واجهوها، وأصبح إيمانهم أكثر قوة لأنهم طبقوا آيات الله وازداد تعلقهم بالله تعالى. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رحمة للعالمين واجه مصاعب كثيرة على مدى حياته مثل بقية الرسل. إن الصبر الذي ظهر منه في مثل هذه الحالات والتوكل كان المثل الأجمل للمسلمين. عندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة عاقبه المشركون بهدف قتله،
لجا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المغارة لكي يختبي منهم، ولكن المشركين جاءوا حتى باب المغارة الذي لجا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرسول في هذه اللحظة العصيبة لصديقه الذي كان بجانبه: لا تحزن، وذكره بأهمية التوكل على الله تعالى. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من دون شك إنه بينما كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في خطر، فإن السبب الوحيد لعدم حزنه وعدم شعوره بالقلق هو ثقته بالله تعالى ومعرفته أن القدر الذي خلقه الله تعالى مليء بالخير والجمال. وفي مقاومة موسى عليه السلام لفرعون، فإن الحالة التي انقلبت ضد المسلمين وبأمر الله تعالى تحولت إلى صالح في لحظة واحدة هو دليل واضح لهذا التحول. لقد خرج فرعون وجيشه من مصر لكي يتبعوا المؤمنين الذين كانوا بجانب موسى عليه السلام والإمساك بهم، وعندما تم ملاحظته من قبل فرعون كان أمام المؤمنين بحر. في هذه النقطة تماما إن كلمة موسى تلفت الانتباه كثيرا، بالرغم من وجود بحر أمام موسى والمؤمنين ووجود فرعون خلفه، تحرك وفقا لثقة الله تعالى وبأنها ستأتي، وهكذا عرض أخلاقه العالية بهذه الطريقة. فأتبعوهم مشرقين، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وواحدة من أجمل الأمثال المذكورة في القرآن بما يتعلق بتغير الحال التي وقع بها موسى من شر إلى خير لهم هي حياة يوسف عليه السلام. الرسول يوسف تم إلقاؤه في البئر من قبل إخوته عندما كان صغيرا، ومن ثم تعرض للافتراء في منزل الوزير الذي كان يعيش فيها من قبل زوجة الوزير، وكان هذا السبب في بقائه في السجن لمدة طويلة وغيرها من المصاعب والامتحان الذي مر به. ولكن يوسف عليه السلام سعى دائما لفهم الحكمة والتحليل الخير في كل ما تعرض له. إن الصبر الذي أتبعه يوسف عليه السلام على مر حياته وتوكله وتوجه الخير في كل حدث حصل على جزاؤه، عن كان في الدنيا أو في الآخرة بأفضل شكل. لقد أعطى الله تعالى الملك والحكم في الأرض ليوسف عليه السلام بشكل كبير، جعل له عدة أسباب لهذا. إن تقييم يوسف عليه السلام بالخير لكل ما مر به من مصاعب وتوكل على الله مذكورا على الشكل التالي في القرآن الكريم: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أما سيدنا إبراهيم عليه السلام وما ظهر منه من صبر أمام الفق الذي نصب له المنافقين وشجاعته وتوكله كان أيضا المثل للمؤمنين المنافقين الذين اتفقوا على التعرض لإبراهيم بالقوة والضغط عليه، تطوروا إلى ظلم كبير ونصبوا له نارا والقوة فيها. أولا ظن العديد من المنافقين أنهم يستطيعون قتل سيدنا إبراهيم بإلقاء بالنار، ولكن كما هو الموت فقط بإذن الله تعالى، فإن النار أيضا تتمتع بميزة الحرق فقط بأمر من الله تعالى. الله خالق كل شيء أمر تلك النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، ووقع المنافقين بالفخ الذي نصبوه. قلنا يا نار
اركوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. إن المؤمنين يأخذون الأخلاق الجميلة في الآيات التي تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم كمثلا لهم، ويجب عليهم أن يظهروا توكلا قويا بالله أمام المصاعب. لذا فإن الحدث بأجمعه الذي يمكن أن يأتي بالضرر في أول لحظة في الواقع هو مبرر الامتحان، ويمكن أن يتغير لخير المؤمن مجددا. كل ما في القدر هو أجمل شيء وهو أكثر خيرا. إن الأحداث التي تحدثنا عنها والتي أعطينا أمثلة عنها ووجهة نظر المؤمنين تجاهها، هذه الأحداث وأمثال حياة الرسل توضح حقيقة مهمة كثيرا. لو فكر كل إنسان في عيش كل ما خطط له فإنه عندها حقا يعيش القدر الذي حدده الله له. إذا قمت بالنظر إلى الخلف نظرة خاطفة لكل ما مررتم به منذ الماضي حتى الآن بشكل مختصر، فمهما كان سنكم نلاحظ بأن الأحداث التي اتسعت في 10 سنوات لم تخطى الدقائق المعدودة. إن الأشياء التي شعرتم بأنها مهمة كثيرا بالنسبة لكم في وقت من الأوقات تبقى منها الآن فقط آثار وذكريات في ذاكرتكم، ولكن كل كلمة استخدمتموها في ظرف مسلسل من الزمان وكل تصرف قمتم به وعرضتم أمام الآخرين وكل فكرة مرت على ذهنكم هي في حالة الحفظ عند الله تعالى. مع حقيقة الموت التي سوف يواجه الإنسان في النهاية سوف يتم تدفق هذه المعلومات أمامه من دون أي ناقصة. يوجد احتمالين يمكن للإنسان أن يواجههم الإنسان مع الموت. إذا قضى الإنسان حياته كما أمر الله تعالى مطبقا الأخلاق التي أمر بها سوف يجد الانتصار لا نهائي، أما العكس فعذاب لا نهائي. أما الأخلاق التي يرغب بها الله تعالى هو شكر الإنسان لله تعالى في كل لحظة وكل شرطة وكل حالة عليها تأتي من الله تعالى. إن المسؤولية التي تقع على إنسان صاحب وجدان يعيش كل حياته وهو مؤمن بأن في كل حادث خير له. بشر الله تعالى عباده المؤمنين والصابرين على الشكل التالي: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.